أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. احنا معاكم كالمعتاد على الهواء لمدة ساعتين في انتظار تلقي مكالماتكم اتصالاتكم فيما يتعلق بموضوع حلقة النهاردة، موضوع جديد الباب الرابع في الاستاتيكا، موضوع الاتزان العام. اسمحوا لي في البداية وكالمعتاد أرحب بأستاذنا الفاضل الجليل أستاذ شعبان عبد الرزاق عمر. أهلا بك أستاذ محمد الصخر. أهلا بك. أهلا وسهلا. إحنا كنا تناولنا موضوع القوة المستوية المتوازية باستفاضة. قعدنا فيه أكتر من حلقتين. أيوة صح كده. ومع ذلك إحنا وعدنا أصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا إن إحنا ما قفلناش باب القوة المتوازية. صحيح هنبدأ النهاردة في الاتزان العام. لكن مازال الباب مفتوح سواء أسئلة الطلاب اللي هيسألوها أو إحنا كمان لما نخلص الباب الخامس والأخير للازدواجات وإحنا جايين نعمل المراجعة في الاستاتيكا هنضيف إن شاء الله أفكار تانية جديدة إن شاء الله في كل الموضوعات مش بس القوى المتوازنة إن شاء الله. طيب ماذا عن دليل التقويم؟ هو حديث الصباح والمساء. لا لا لا، دليل التقويم هو في بعض مسائل كويسة وبعض مسائل خارجة عن الموضوع خالص، يعني في في مسائل موضوع اسئله وفي مسائل الواحد يتعلم منها ازاي يفكر ازاي حاجات بنت كل حاجه في دليل التقويم بتبقى موضوع اسئله في الامتحان عندنا في الرياضيات، يعني اما الرياضيات مش كل شيء في دليل التقويم بتبقى موضوع اسئله في الامتحان اخر العام عشان يبقى برضو الطلبه تطمئن على العمليه دي، انما بنتطرق لها على اساس ان احنا نتعلم منها، نعم ازاي نفكر ازاي كده يعني، انما مش كل حاجه. طيب فيما يتعلق بالرياضه تقصد؟ في الرياضيات يعني مش بالمواد الثانيه يعني كم. انا يعني طب لو انا طلبت منك توضيح اكتر وجهه نظرك في مسائل، لان ده كلام خطير انا بعتبره كده. حضرتك طبعا كلامك يؤخذ بيه، حضرتك كاستاذ شعبان كلامك يؤخذ بيه معايا. ف يعني لو تكرره لنا تاني بتوضيح اكتر الطالب يعني ودليل التقويم الجديد. في مسائل في دليل التقويم كويسه جميل وجميله وفيها افكار كويسه. في مسائل عاوزه مستواها يعني مستوى عالي شويه. عالي شويه نطلع عليها نطلع على سبيل طبعا احنا نقولها بس ما اعتقدش انها تيجي في موضع اسئله في الامتحان. كويس. يعني إن ليه الامتحان بيبقى يعني حتى في السنتين الاخرانيين هما كل يعني ايه جزء يعني تطبيق مباشر على طول، ما فيش فيها ايه حل معادلات كتير حاجات من دي. تمام ماشي. تمام نبدا. انما بس احنا هنقول برضو المسائل دي مش هنسيبها كطلبه تتعلم معانا. مش هنسيبها يعني. طيب ماشي هنرجع نكمل النقاش ده فيما بعد، لكن عايزين نبدا بقى في الموضوع الجديد موضوع الاتزان العام. الاتزان العام ملخصه الاتي: اذا اثرت مجموعه من القوى في الجسم إما هذه القوة تنقله أو تدوره أو يفضل ساكن. حلو. لو تنقله يبقى لها محصلة، يبقى حركة انتقالية. يعني ممكن أشيل القوة دي كلها وأحط مكانهم قوة واحدة تنقله. حلو. أو القوة مجموعة القوة تدور الجسم. يبقى لها عزم. يبقى لها إيه؟ عزم. طيب في مجموعة من القوة أثرت على الجسم، لا تنقله ولا تدوره. يبقى معنى كده مجموعة القوى بصفر والعزوم حول أي المحصلة بتاعتهم بصفر. مجموعة القوى يعني المحصلة بصفر، ما كلمة مجموعة القوى يعني المحصلة. ولم نقصد مجموعة القوى، احنا كلنا تطرقنا لها ان مجموع المتجهات بتاعة هذه القوى مش مجموعة القوى يعني المحصلة مقادير. لا المحصلة متجه المحصلة بيساوي صفر والعزوم حول أي نقطة بيساوي صفر. لذلك في تعريف بيقول ايه اهو موجود اهو انا كاتبه اهو: اذا انعدم مجموع القوى يعني متجه المحصله بيساوي متجه الصفر، وانعدم عزم المجموعه يعني عزم مجموع القوى دي بالنسبه لكل نقطه بس يعني ج بتساوي صفر، قيل ان مجموعه القوى متوازنه. مجموعه القوى متوازنه. واذا اثرت مثل هذه المجموعه من القوى على جسم وصلنا القوى دي او اثرنا على الجسم ده مجموعه من القوى في جسم فبنقول الجسم يبقى ايه متسم. في نظريه بتقول ايه عكس النظريه صحيح دائما. عكس النظريه صحيح دائما. يعني اذا كانت المجموعه متزنه المجموعه متزن يبقى متجه المحصله بيساوي المتجه الصفري ايا عدم مجموع القوه. يعني المحصله بصفر او العزوم حول اي نقطه بيساوي صفر.
يعني لو كانت القوى متزنه يبقى مجموع القوى بصفر والمحصله بصفر. نيجي بعد كده بيقول لك بقى ايه الشروط الكافيه واللازمه لاتزان مجموعه من القوى. الشروط ده شرطين. الشرط الاولاني يعني عدم مجموع المركبات الجبريه للقوه في اي اتجاهين متعامدين واقعين في المستوى بتاعهم، اي مجموع المركبات السينيه بصفر والصاديه بصفر. وده الخط العام اللي هنحل بيه في الاتزان العام. ان احنا هنقول سين بصفر وصاد بصفر، معنى كده ان المحصله بصفر، يبقى ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني ان مجموع القياسات الجبريه لعزوم القوه بالنسبه لاي نقطه في مستوى يبقى بيساوي صفر، يبقى العزوم بكام؟ بصفر. يبقى الشرطين يا استاذ محمد ان مجموع القوى بصفر، سين بصفر وصاد بصفر، ده الشرط الاولاني يتضمن فقرتين. الشرط الثاني مجموع عزوم القوى حول اي نقطه بيساوي كام؟ صفر. ده اللي هو في الاتزان العام. تمام. واحد يقول طب ايه الفرق بينه وبين الدرس اللي فات؟ الدرس اللي فات كانت بتبقى قوى متوازيه. فكنا بنقول مجموع القوى بصفر على طول، ما بنقولش مركبات سينيه وايه؟ وصاديه. تمام كده؟ يبقى هناك كنا نقول مجموع القوى بصفر والعزوم حول اي نقطه بايه؟ هناك كانت القوى متوازيه فمش محتاجه تحليل، مش محتاجه تحليل، لكن هنا قوى ربما مش متوازيه فحللها. فيكون في مركبات سينيه سموه الاتزان العام، تبقى قوى متوازيه قوى متلاقيه. تمام كده؟ طب ما تيجي عمليا كده نشوف مثال مع بعض. نقل عليه بقى لما نشوف مساله كده بيقول لك ايه؟ اهو بيقول ساق منتظمه اسمها الف ب كتلتها 40 كيلو جرام طولها 8 متر. هذا ساق مثبت في مستوى رأسي بواسطة حبلين ألف دال وبه. علق جسم كتلته 60 في نقطة جيم على ألف به، فاتزنت الساق في وضع أفقي، وكان قياس زاوية دال ألف به ب 120 درجة وقياس زاوية ه به ألف ب 150 درجة. أوجد مقدار الشد في الحبلين والبعد بين ألف وجيم. يبقى هنا لما نيجي نرسم المسألة هنا بيقول لك ساق كتلتها 40، ساق منتظم يبقى وزنها بيأثر في المنتصف. ثبتت في مستوى رأسي بواسطة حبلين أهو. آدي الساق بتاعتنا أهو، آدي الساق ألف ب مثلا. الوزن طبعا بيأثر في الموضوع عشان قال لك ساق منتظمة. واحد يقول لي طب انت عملتها افق ليه؟ عشان هو قال بعد كده ديت 40 يبقى هنا دي 4 سنتي، ده 4 متر وده 4 متر بواسطه حبلين. خلاص الف دال وبه الف دال وبه اهو وبه كده اهو. اديني سامع واحد اهو بيقول لك وانت ما عملتهمش زي الاسبوع اللي فات واللي قبله لما درسنا القوى المتوازيه ليه؟ ما هو ما قالش حبلين رأسيين. رأسيين هو قال رأسيين؟ لا هنعملهم رأسيين ازاي؟ يبقى عارف مره واحد قال لي ايه؟ ده كتير يعني كذا حد قال لي ماشي ما هو ما قالش رأسيين بس مش ممكن يكونوا رأسيين؟ قلت له ممكن وممكن ما يبقوش. قال لي فاستغرب كده. دايما السؤال ده يليه الاجابه يليها استغراب. فاقول له ايه؟ طب افرض قال لي ا ب ج مثلث. مش وارد يكون قائم؟ وارد. ما بنرسموش قائم ليه؟ عشان ما قالش انه قائم. فهنا قال لك حتى زاوية دال ألف ب بتساوي 120 درجة. وه ب ألف 150 درجة. طبعا هنا في شد في الخيط شين واحد، شد في الخيط شين اتنين. بيقول لك برضو لما القضيب ده بقى أفقي لما جينا علقنا ثقل مقداره كام؟ 60. 60. من نقطة جيم اهو. الراجل عاوز حاجتين، شين واحد وشين اتنين وطول الف جيم ده. يوجد مقدار الشد في كل الحبلين والبعد الف جيم. فانا هفرض البعد الف جيم ده سين. جينا نرجع بقى القضيب هنا متزن تحت تأثير كام قوة يا استاذ محمد؟ شين واحد وشين اتنين وستين وستين تلاتة اربعة مش كده؟ يبقى نطبق الشروط بتاعة الاتزان. بيقول مجموع المركبات السينية بصفر والصادية بصفر. فالقوة دي مايلة. طالما هي قوة مايلة مجموع المركبات السينية بصفر ومجموع المركبات الصادية بصفر وكمان مجموع العزوم حول اي نقطة بصفر. ما ده الشرط الأولاني، عم نتكلم على الشرط الأول.
خد بالك في حاجه كنا في سنه تانية كانت القوه متلاقيه في نقطه كانوا ثلاث قوه متلاقيه في نقطه او اربعه او خمسه قدام متلاقيه في نقطه فكنا بنقول مجموع مركبات سيناء بصفر وصاديه بصفر يكفي لو القوه متلاقيه في نقطه انما القوه هنا مش متلاقيه في نقطه ده بعضها متلاقي وبعدها ايه متوازي فباجي احلل المركبه شين واحد ديت الى مركبتين القوه شين واحد اهو هيبقى زاويه دي 60 درجه يبقى لها مركبة سينية هنا شين واحد جتا 60 وهنا شين واحد جا 60 ودي انتهت مهمتها تعالى برضو القوة شين اتنين او الشد شين اتنين دي 150 يبقى دي 30 دي 150 عشان هو قال عليها 150 هو قال انا ما جبتش حاجة من عندي يبقى لها مركبتين المركبة المجاورة للزاوية شين اتنين جتا 30 وهنا شين 2 جا 30 اصبح القوه اللي عندك قوه في الاتجاه الراسي وقوه في الاتجاه الافقي فباجي اقول كده بما ان القضيب متزن يبقى المركبات السينيه بصفر والصاديه بصفر السينيه اللي هي الافقيه ادي واحده وادي واحده ده في اتجاه وده في اتجاه فالمفروض اقول ده القوه المركبه دي ناقص المركبه دي بتساوي صفر او المركبه اللي على اليمين بتساوي الاتجاه اللي على الشمال فممكن اقول له كده شين واحد جتا 60 بتساوي شين 2 جتا 30 يبقى نص شين واحد هتساوي جذر 3 على 2 شين 2 يعني شين واحد بتساوي جذر 3 شين 2 ادي معادله واحد نيجي الراسيه ادي شين واحد جا 60 لفوق وشين اتنين جا 30 لفوق وعندنا هنا 60 و40 مية يبقى 100 يبقى نقدر نقول كده ان شين واحد جا 60 زائد شين اتنين جا 30 المفروض ناقص 60 ناقص 40 بيساوي صفر فانا بعملها كده 60 زائد 40 يبقى نقدر نكملها كده بقى هيبقى جذر 3 على 2 شين واحد زائد نص شين اتنين بتساوي 100 انا عندي شين واحد بجذر 3 شين اتنين نعوض عنها كده اهو يبقى جذر 3 على 2 في جذر 3 ده من نمرة 1 شين اتنين زائد نص شين اتنين بيساوي 100 يبقى 3 على 2 شين اتنين زائد نص شين اتنين بيساوي 100 يبقى 2 شين 2 بيساوي 100 يبقى شين 2 ب 50 استاذنك يا استاذ شعبان معلش نعم احنا بقالنا فتره مش هتنزل نخلص التليفونات محمد وبعدين وهدخل لك بقى حد يساعد معانا في اخر يساعد معانا اوكي صح. معانا يا استاذ شعبان معانا ايمان من الاقصر الو ايوه ازيك يا ايمان السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ورحمه الله وبركاته عامله ايه كويسه الحمد لله دافع عندكم الاقصر؟ ايوه ولا برد زي عندنا؟ ايه؟ عندكم برد زي عندنا ولا دافع شويه؟ لا زي عندكم يعني الجو كويس؟ كويس الحمد لله متوسط والرياضه اخبارها ايه؟ لا كويسه الحمد لله الحمد لله يا رب دايما يا باشمهندسه ايمان محتاجه تسالينا في حاجه ولا تكملي الاول المساله اللي احنا فيها دي؟ لا انا كنت عايزه احل سؤال الحلقه اللي فاتت كنت عايزه تحلي سؤال الحلقه اللي فاتت برافو عليك حليتيه يعني حليته برافو عليك طب برضو انا هسمع منك الاجابه بس ممكن فاضل خطوه في المساله دي تشتركي معانا فيها ممكن ايه فاضل بس خطوه في المساله دي ممكن تكمليها معانا ما انا شفتش الاول بس طب خلاص يلا قولي اجابه السؤال معلش يا استاذ شعبان هتقولي لنا اجابه السؤال معلش طب قولي يبقى خلاص عرفنا سؤال الحلقه الاسبوع اللي فات اللي هي بتاعه احنا بس نفكرهم بالسؤال ايوه يرتكز أيوة. قضيب افقي الف د على حاملين عند ب و ج اهو السؤال ظهر معانا اهو سؤال ب بيساوي ب ج بيساوي ج د صح كده ايوه ماشي قد وجد ان القضيب يكون على وشك الدوران اذا علق من الف سكر مقداره مين ماشي اذا علق من د سكر مقداره النون اوجد كتله القضيب واثبت ان نقطه تاثير الوزن الف د بنسبه 2 م زائد نون الى م زائد 2 ن صح كده صح يلا قولي بقى عملتي ايه يا ايمان هي موجوده في دليل التقويم للمساله اتفضلي ايوه انا رسمت القضيب ا ر د ايوه
انت شايفه طبعا هنرسم اهو معاك القضيب وهتقولي لنا الاجابه. اهو ادي قالب ده اهو. جميل. طبعا نقطه ب ونقطه ج. يعني في حامل عند ب وحامل عند ج. ايوه. هو اسمه الف دال يا استاذ شعبان. ده دال. ايوه. حامل عند ب وحامل عند ج. اتفضل. عند ج. وبعدين؟ وبما ان الف ب بتساوي ب ج بتساوي ج دال. ايوه. هنفرض ان القطيب كله 3 لام. برافو. ماشي. يبقى الف ب بلام. ب ج بلام. في الحالة الأولى، في الحالة الأولى يعلق القطيب ثقل خطوه. طب استني بس، ما نعمل لك الحامل عند ب وعند ج، نعمل لك رد فعل نساعدك يعني. رد فعل ر واحد. في رد فعل عند ب اسمه ر واحد، ورد فعل عند ج اسمه ر اثنين، صح كده؟ صح. حلو، احنا مش هنغششك، احنا بنسمع اللي أنت بتقوليه. في الحالة الأولى علق ثقل قدره ميم، دي الحالة الأولى. نعلق عند أ ثقل قدره ميم. أيوه. يبقى ر اثنين هيساوي ثقل. طب فين وزن القطيب يا إيمان؟ ايوه فرقته بين الحامل ب والحامل ج. حلو حلو. هيساوي واو مثلا اهو. فرقت الوقت انا. هتفرض الحته دي كام؟ ايه؟ مثلا اثر في نقطه ميم. هي هتقول بقى استاذ شعبان، هو مشكورا استاذ شعبان حط لك الوزن بين ب وج. هي هنسميها النقطه هي. على مسافه هتفرضيها ولا هتسيبها فاضيه كده؟ لا النقطه دي اللي فرضتها هي إيه؟ هي. طب ما تخليها سين عشان خاطري. إيه؟ بدل هي يعني تيجي نسمي سين. المسافة بين به والوزن سين. انا عملتها هي بس. ماشي ماشي، اعتبري اللي هي دي سين، يبقى اللي جنبها على الشمال بقى ايه؟ لام ناقص سين. اللي هي دي فرضناها سين. اللي انت كاتباها عندك لام ناقص هي. حلو قوي، كملي بقى. وهناخد الحالة الأولى ر 2 كده بس، هناخد العزم ر 2 كده بس. يلا. هناخد العزم حوالين نقطة ب تساوي صفر. ايوه. يبقى واو في سين ناقص ميم في لام بيساوي صفر. حلو، او نقول له ميم على سين بيساوي واو على لام، هي هي. تمام. يلا. او ميم لام هتساوي واو سين. حلو. نمرة واحد. يبقى واو سين بيساوي ميم لام دي واحد. واحد. تمام، هنحط العزم حوالين النقطة دي هتساوي صفر. هتعلق هتعلقي الناحية التانية على طول يعني؟ طب ماشي ما يجراش حاجة. علقها لها برضه يا استاذ عم ما يجراش حاجة. نون. ايوه دي ده رقم قدره نون دي في الحاله الثانيه. ماشي ماشي. بس مفيش ميم بقى. ميم بقى. ايه؟ بس مفيش ميم، ما قالش مع بقاء الثقل المعلق. لا ده ثقل. ايوه كده مفيش ميم كده ليه واحد بصفر. حلو، متفقين. كانه مش شايف الميم يعني. هناخد العظم حوالين النقطه دي. هتبقى نون في لام ناقص. واو في لام ناقص سين بتساوي صفر. يعني انت عاوزه تقولي كده ان مثلا ان واو على لام بيساوي نون على لام ناقص سين، يبقى نون لام بتساوي واو ايوه في لام ناقص سين. مظبوط، معادله 2. حلو. وبعدين نون لام ناقص واو لام، وبما ان لام ناقص الو مكتوبه اهي، مكتوبه قدامك. خش في الجد بقى، ده هزار بقى، خش في الجد. ماشي، نون لام ناقص واو لام زائد واو سين بتساوي صفر دي 2. حلو. يبقى لام نون لام يبقى نون لام ناقص واو لام زائد واو سين دي 2 كده. يبقى نون ناقص واو لام زائد ميم لام بتساوي صفر. طيب ماشي اهو. هناخد لام عامل مشترك. انت ايمان استاذنك ايمان، هو انت كاتبه الاجابه وبتقريها ولا لسه هتحلي معانا دلوقتي؟ لا كاتباها حضرتك. تمام. طب يلا، طب قول لنا كده الخطوه اللي بعد دي. ميم لام بتساوي واو في لام ناقص سين. فكيت واو ناقص واو لام ناقص واو سين. كده واو هتساوي نون زائد ميم. واو بتساوي نون زائد ميم. ازاي يا ايمان؟ ما انت بص يا ايمان، انت اخدنا اللام عامل المشترك، هتبقى لام في نون زائد ميم بتساوي واو لام، اللي هي يعني مش واو سين بتساوي ميم لام، احنا كنا واو سين بتساوي ميم لام دي واحد. تمام؟ صح صح كلام. طب في حاجه، هو انت مش شايفه الشاشه الكلام اللي الاستاذ شعبان كاتبه ده، انت شايفاه ولا لا؟ لا مش شايفاه. تمام كده تمام. يعني شايفاه؟ طب كملي عليه بقى، يعني احنا مش هنقول، انت قولي. هنشيل واو سين ونحط مكانه كام؟ ميم لام. ايه؟ هنشيل واو سين ونحط مكانه ايه؟ لا ايوه لا يعني احنا ضربناها ميم لام بتساوي واو سين واحد. طب يلا بقى قدامك الشاشه ايه وكملي. تمام. هتاخدي لام عامل مشترك. ايوه لام عامل مشترك. مش كده؟ هيبقى واو ناقص ميم بتساوي نون لام. تمام، لام في نون زائد ميم بتساوي واو لام. تمام. يبقى واو
يا كلام هتروح معاهم وهو الكونون زايدين. برافو عليك. سيبيها مش كده؟ حلو. ايه؟ ماشي كده؟ تمام. هنعوض بقى نجيب سين. ايوه تمام، يبقى نون زائد. طب استاذنكم بقى، استاذن استاذ شعبان واستاذن حضرتك يا باشمهندسه ايمان، قبل ما نجيب سين بقى الجزء الثاني والاخطر والاهم في الحل. هياخد 3-4 دقائق. ممكن اقترح اقتراح اسرع من ده يطلع الناتج مباشره في سطر واحد؟ ماشي. الرسمه هقترح عليكي في الجزء الاول بس. احنا مش بنتكلم في مساله هي موجوده في دليل التقويم. الحل السطر بتاعه ايه؟ حضرتك تتفضل مشكورا استاذ شعبان تقول لنا بس ميم على سين بيساوي ايه؟ الرسمه قدامنا اهي. ميم على سين على سين بيساوي ايه؟ واو على لام. بس صح كده؟ والناحيه الثانيه واو على لام بيساوي ايه على ايه؟ واو على لام بتساوي نون على لام ناقص سين. معايا يا ايمان؟ ايوه معايا. بمنتهى البساطه ميم على سين وواو على لام، والناحيه الثانيه واو على لام برضو بنون على لام ناقص سين. مش دي اسمها واو على لام والثانيه اسمها واو على لام؟ اه تمام. يبقوا متساويين. يلا بقى نساويهم ببعض. خلصت اهي، نساويهم ببعض كده. ميم واو على لام ايوه بتساوي دلوقتي احنا هنشيل واو على لام نحط مكانها. لا حضرتك ده هو ده تمام. لام ناقص سين. الحل بتاع ايمان ده مشكوره الباشمهندسه هتكمله. احنا بس هنعرض حاجه صغيره. هنشيل واو على لام ونحطها كميم على سين. حلو. لا الواو نفسها بكام من المعادله الاولى وبكام من المعادله الثانيه؟ الواو لام ميم على سين. ميم لام على سين وفي نفس الوقت النون لام على لام ناقص سين صح؟ الواو دي هي الواو دي. اذا الميم لام على سين هي نون لام على لام ناقص سين مش كده؟ تمام. سين كده بتساوي ميم لام على نون زائد ميم. ليه؟ يا ريت تفرحينا وتقولي لنا منين؟ من قانون اخذ نفسنا كام ولا اسمه ايه؟ ايه؟ اللي انت قلتيه ده عبقريه منك طبعا، بس استخدمت فيه قانون ايه؟ مجموع المقدمات على مجموع التوالي، يعني مجموع البسط والبسط على مجموع المقام والمقام يطلع على طول ميم لام زائد نون لام على لام، هو ده واو. طيب تمام. اللي انت مطلعاها ميم زائد نون. كملي بقى يا ستي الجزء الثاني. نعوض بقى عن نجيب سين بقى. ايوه ميم لام نون زائد ميم. تمام. يبقى ميم لام بتساوي واو في نون، هيبقى واو في نون زائد ميم مش كده؟ احنا عاوزين نجيب ايه؟ سين. يبقى عندنا ميم لام هتساوي نون زائد ميم في سين، يبقى سين ميم لام على نون زائد ميم صح كده؟ اه تمام. يبقى سين بتساوي نون زائد ميم على ميم لام. كويس. هاتي بقى ألف ميم عشان أجيب النسبة. ألو أيوه، يعني هنجيب طول ألف إيه؟ ألف هيه بقى. ماشي. هتساوي لام زائد سين. هتساوي سين دي اللي جبناها إحنا ميم لام. نجمعهم بقى لام وسين. أيوه يعني هي سين اللي جبناها ميم لام على نون زائد ميم زائد لام. هتجمعها بقى هيطلع لام في نون زائد 2 ميم على نون زائد ميم صح كده؟ تمام كده. واحد المقرر. يبقى ده الف ايه. ماشي. ايوه تمام. هتجيبي بقى ب ايه ده الهي بقى. ايه؟ هتجيبي ده الهي. ايوه ده الهي هتساوي لام زائد لام ناقص سين. لام ناقص سين زائد لام، يعني 2 لام ناقص سين. 2 لام ناقص سين اللي هي سين جبناها دي بنقلها على سين زائد ميم. يبقى لا 2 لام. شيل سين وحط قيمتها بقى اللي عندنا كام؟ ميم لام على نون زائد ميم. نعم. هيطلع به في الاخر لما تجمعيها تطلع كام بقى به؟ ايوه كده هنوحد المقامات كمان هتبقى 2 لام نون. خدي لام يبقى 2 نون زائد ميم على نون زائد لام او ميم زائد نون صح كده؟ صح يا ايمان اللي انت شايفاه ده؟ شايفاه. طب يلا كملي بقى فاضل خطوه. يبقى 2 لام زائد 2 لام ميم ناقص لام ميم على نون زائد ميم هتساوي 2 لام نون زائد لام ميم على نون زائد ميم. ماشي ماشي ماشي. انا خدت بقى لام عامل مشترك. تمام كده. طيب اقسمي بقى الف ه على مين؟ على دال ه. على دال ه. ايوه عشان نجيب النسبه. الف ه لام في نون زائد 2 ميم. 2 لام ميم على نون زائد ميم هنقلب العلى فيه. لام يبقى 2 نون زائد ميم فوق هيبقى نون زائد ميم. هنقلب العلى فيه. ده راح مع ده واللام راحت مع اللام هيطلع بقى نون زائد هناخد لام عامل مشترك. ما خلاص خدنا لام وراحت.
تمام. يطلع في الاخر ميم زائد اتنين نون. تمام. ايه الاتنين نون زائد ميم؟ مين اللي ساعدك يا ايمان في حل المسألة دي؟ مدرس. ايه ده مش لوحدك؟ ايه لا مدرس ساعدني. طب ومع ذلك برضو انت ممتازة يا باشمهندسة ايمان، وهاخد من وقتكم كمان دقيقة اخيرة بعد اذنك. دقيقة واحدة بس. احنا ممكن في الجزء الثاني معايا ايمان؟ في الجزء الثاني نحلها في سطرين. إيه نكتبهم برضو بمجموع المقدمات. احنا مش قلنا من شوية استاذنك استاذ شعبان بعد اذنك. احنا مش قلنا من شوية ميم على سين بيساوي واو على لم؟ ميم على سين بيساوي واو على لام. واو على لام. وقلنا نون على لام ناقص سين بواو على لام. نون على لام ناقص سين على لام ناقص سين ده اللي احنا قلناه. واو على ايه لام؟ واو على لام برضه. ده اللي جبنا منه الواو بالطريقه بتاعت مجموع المقدمات. طيب مش واو على لام هي واو على لام؟ تمام. يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايمن. تمام. يلا نكتب بقى الايمن بيساوي الايمن. ميم على سين يبقى ميم على سين بتساوي نون على لام ناقص سين بيساوي ثابت اسمه كاف يا استاذ شعبان. كاف ماشي. وما دام كده انا مش عايز ميم زائد نون، انا عايز ونفسي انت ترد يا ايمان، انا عايز 2 ميم زائد نون، اعمل ايه في حد النسبه الاولى؟ اضربهم في كام؟ ايه؟ عايز اخلي الميم 2 ميم. اضربها في 2. اضرب فوق وتحت في 2، حاجه سهله جدا. لما ضربت فوق بعد اذنك يا شعبان هي فاضلها سطر واحد. لو ضربت حد النسبه الاولى في 2 ايوه على 2 س بتساوي نون على لام ناقص س بس كده بيساوي ثابت كاف. طب مجموع المقدمات على مجموع التوالي يطلع ايه؟ 2 م. يبقى لا نجيب مجموع المقدمات 2 م زائد نون على س زائد لام. سين بقى لا ما انا جمعت التوالي س ناقص س، مجموع المقدمات 2 م زائد نون، ومجموع التوالي 2 س ناقص س. يعني 2 س زائد لام ناقص س ايوه يبقى س زائد لام هتساوي كاف اهي. حلو. واحدة تانية زيها وشكرا. س زائد كاف س زائد لام. التانية بقى يا استاذ شعبان انا مش عايز 2 ميم زائد نون، معايا ايمان؟ ايوه حضرتك. امال عايز ايه؟ عايز ميم زائد 2 نون. المرة دي هناخد حد النسبة الأولى ولا التانية عشان نضربها في 2؟ س بس اهو. نون على لام ناقص س، اضرب هنا في التانية بقى في 2، يبقى 2 نون على 2 لام ناقص 2 س، معايا ايمان؟ ايوه تمام. برضو مجموع المقدمات للمره الثانيه والاخيره يطلع ميم زائد 2 نون على 2 لام ناقص س، هو الثابت اللي اسمه كاف. الكاف بتساوي الكاف يبقى البسط على البسط بيساوي المقام على المقام، هو نفس اللي احنا وصلنا له. هو في حل ثالث برضو ممكن حد يتصل يقول. استاذ محمد استاذ محمد الحل اللي هي حلته هو الحل الصح. طب كل الحلول سليمه طبعا. يعني طب الا اي طالب هيفكر فيه هو انا فوجئت ان مش هي اللي حلها. معلش بس هو دائما عاده ان انا بجيب س واجمعها واعمل مساله. تمام. انا عندي حل ثالث كمان بس يعني علشان الوقت هيبقى فيه فرصه ان شاء الله متسع من الوقت فيما بعد لو حد اقترح علينا اقتراح ثالث هنسمح له. بس انت يا ايمان معايا؟ ايوه حضرتك. بعد ما حليت المساله واحنا شاكرين ليكي جدا ومقدرين اتصالك، عندك اي استفسار ثاني او سؤال فيما يتعلق بموضوع الاتزان العام؟ لا انا كان معايا سؤال بس على احتكاك في الكتاب. سؤال على احتكاك في الكتاب؟ تمام. تقول لنا رقم المساله في كتاب المدرسه تقصدي؟ كتاب المدرسه. طيب انهي مساله رقم كام؟ قول يا ايمان اتفضلي. ايوه انا همليها المساله بس سريعا لو سمحتي. ها وضع جسم وزنه 40 نيوتن على مستوى نقل خشن يميل على الافقي. هي مش موجوده في كتاب المدرسه يا باشمهندسه؟ بس الكتاب مش معايا. الكتاب مش. طب قوليها بسرعه اتفضلي ناخدها منها برضه. وضع جسم وزنه 40 نيوتن. ها بسرعه بقى 40 نيوتن على مستوى نقل الخشن اليمين على الافق بزاويه قياسها 30. حلو. ثم شد الجسم الى اعلى بواسطه خيط وقطع في المستوى الراس المار بخط اكبر من ماشي وفي اتجاه يصنع زاويه قياسها 30 مع المستوى. حلو. اللي هو مع ممكن يكون 60 مع الافقي ينفع. فإذا كان هو عامل احتكاك يساوي ربع. تبين أن أقل قيمة للسد في الخيط تملأ الجسم من الأعلى إلى أسفل المستوى. تمام. عرفنا المسألة وهنحلها لك يا إيمان. تساوي 15.3 نيوتن تقريبا. حاضر عينينا يا إيمان حاضر نورتينا وشرفتينا وفي انتظار إن شاء الله مكالماتك في الأسابيع اللي جاية. اتفضلي يا إيمان. دي بنحلها بعدين بقى استاذ شعبان لان دي مش يعني احتكاك واحنا هنرجع لموضوع الاحتكاك ده بس يمكن لما نخلص موضوع الاتزان العام. برضو عشان الطلبه برضو تاهوا منا. معلش نشوف المساله من الاول تاني.
المسألة القديم متزن. ايوه. فحللنا الشين واحد وشين اتنين الى مركبتين. احنا عايزين نقولها لا احنا كده تهنا بقى عايزين نرجع نقرا المسألة من اول. اول تاني اهو. فقلت ان المركبات سينها بصفر. فقلت شين واحد جتا 60 بتساوي شين اتنين جتا 30 طلعنا ان شين واحد بيساوي جذر 3 شين اتنين. ايوه. وبعدين الصاد بصفر يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت. هيطلع في الاخر اهو. شين واحد جا 60 زائد شين اتنين جا 30 بيساوي 60 زائد 40 يبقى جذر 3 على 2 شين واحد زائد نص شين اتنين بيساوي 100. خلاص؟ ايوه. جينا عوضنا عن شين واحد بقيمتها اللي هو جذر 3 شين اتنين فاستنتجنا ان شين اتنين بكام؟ ب 50. ماشي. وبالتالي يبقى شين واحد 50 جذر 3 سكر كيلو جرام وده سكر كيلو جرام. فاضل بيقول لك السكر ده عاوزين بعد ألف جيم ده فقد العزوم حول ألف يبقى العزوم حول ألف بكام بصفر ناخد العزوم حول ألف ناخد العزوم واحدة واحدة كده هما كام قوة بقى اللي هياخد عزومهم حول ألف هذا العزم حول ألف اهو يبقى القوة دي كلها بصفر دول راح وشين اتنين جا 30 جا 30 برضو بصفر المنطقة اللي حوالين ألف دي راحت فاضل الستين والاربعين واللي هناك بقى اللي مين بقى هيجيبهم معانا هشام من الجيزة باشمهندس هشام ايوه هشام ازيك يا استاذ محمد اهلا وسهلا يا حبيبي بعد اذنك انا السؤال بتاع الحلقة كان ليه حل اللي حضرتك سألتك عليه بتمنى لو حله مع حضرتك استأذنك بس تعالي صوتك شوية صغيرين وتكلم بالراحة اكتر يلا هشام اتفضل انا بعد اذنك كنت عايز احل الحل بتاع المسألة اللي حضرتك كنت سايبها بتاع الحلقة اللي احنا لسه حالينه مع ايمان مع ايمان ما كنتش حليته حل تاني خالص يعني الصراحه غير اللي هي حليته ده انت ولا انت اللي حليته غير اللي هي حليته ولا غير اللي احنا قلنا عليه بتاع مجموع المقدمات لا لا غير مجموع المقدمات على التوالي القانون ده طب اتفضل بس ممكن في عجاله طب يعني حاضر. بقدر ماشي. المستطاع ماشي. يعني طب اتفضل يا هشام اتفضل الرسمه موجوده اهي قول لنا كده شفوي حتى انت عايز تعمل ايه جديد احنا الالف والبي الاول انا بحييك قبل ما اسمع اللي انت عملته بصرف النظر انت هتقول ايه يعني اجتهاد محمود اتفضل يا باشمهندس لا انا بشكر حضرتك على المجهود يعني بصراحه انت واستاذ شعبان يعني لا يا حبيبي لا شكر على واجب اتفضل ماشي بفرض ان الف ب وجيم د اللي هم بيساووا لا حلو يا جماعه من الرسمه قدامك ممكن ايد حضرتك ايوه معلش الرسمه دي انا راسمها حللها على حالتين مش على حاله واحده ماشي ما جراش حاجه يعني الحاله الاولى عندما يكون القضيب على وشك الدوران حول النقطة ب فإنها يكون على وشك الانفصال حول النقطة ب جميل فأنا هجيب العزوم حول النقطة ب حلو قوي أيوة صح كده تكون ريه واحد بصفر مظبوط وهقول إن الميم على السين بتساوي الواو على لا الله ينور عليك صح كده الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثانية عندما يكون القضيب على وشك الدوران حول النقطة ج هو ده الحل الثالث اللي أنا قلت وأشرت إليه لما عرضت مجموع المقدمات لما إيمان حل والله العظيم أنا كاتبه وبتصل بحضرتك من لا سادة أنت تحلف أنا بقول لك ده في الحل الثالث اتفضل ماشي عندما يكون القضيب على وشك الدوران حول النقطة ج فإنه يكون على وشك الانفصال حول النقطة ب الله يفتح عليك حول النقطة ج بيساوي صفر فانا هجيب ان النون على اللام ناقص بيم بتساوي واو على لام كويس واو على لام هتبدا في الحاله الاولى واو على لام في الحاله الثانيه متساويين عوض بالميم على سين بتساوي نون على واو ناقص لام الله عليك اللي احنا كملنا الحل بيه بالظبط كده نفرض ان كل من الميم والنون ثابت كاف ثابت كاف ايه ده انت هتعيد الحل بتاعي بقى لا ده انا فاكرك هتقول حل ثالث كمان لا ما انا طب خلاص بس علم يعني انت تقول له مجموع المقدمات على مجموع التوالي برضو لا مش مجموع هتغير اتفضل ايوه كده اتفضل الميم بتساوي كاف س هتقسم بقى المعادله واحد على المعادله اثنين لا مش ايوه هتقسمها هيعوض اتفضل كاف لام ناقص كاف س كمل يعني ميم س ميم هتساوي س كاف لا ما احنا هنكتب له عشان يعني هنكتب مين بتساوي يعني كاف زي ما انت قلت مطلوب هو طالب 2 ميم زائد نون فانا هضرب الميم دي في 2 هتبقى 2 كاف س زائد كاف لام والنون تنزل زي ما هي اللي هي ناقص كاف س مظبوط على
هو طالب الميم زي ما هي حضرتك هكتبها كده س زائد 2. برافو عليك. لا برافو عليك طبعا. ناقص 2 م 2 ن. حلو. يبقى ناقص 2 ك س. برافو. تمام. طبعا الكاف دي انا اللي فارضها حضرتك، فزي ما جبتها لازم اشيلها. الله عليك. ده بيشرح مش بيحل. الكاف دي انا اللي دخلتها في المساله، وزي ما دخلتها بنفسي هطلعها. اتفضل. بس قبل ما اشيلها هطلب من حضرتك ان انا اجمعهم، فاقول 2 ك س ناقص ك س فك س واحده. الله الله يبارك لك. وبعدين زائد ك لام على 2 ك لام ناقص ك س. تمام. زي ما قلنا ان احنا اللي جايبين الكاف فلازم نشيلها. الكاف مع الكاف راحوا، الكاف مع الكاف ما راح، يطلع بقى 2 يبقى لام زائد سين على 2 لام ناقص سين. الله يفتح عليك. وهو ده المطلوب. هو كان طالب طلب اولاني قبل الطلب الثاني. الوزن لسه كنت هقول لك، انت دلوقتي زنقت نفسك شويه بس طبعا ممتاز، هترجع تتعب عشان تجيب الوزن، هجيبها من الاول. ماشي هو ما يجراش حاجه، تعبك راح. ماشي ربنا يكرمك يا فندم. اوجد وزن القضيب. هتجيبه منين بقى الوزن؟ الوزن القضيب بيساوي هما الثلاث القوتين متوازيتين في اتجاه واحد. صح. يبقى الوزن بيساوي مجموع القوة الاولى زائد القوة الثانية. مظبوط. اذا واو بتساوي واو بتساوي مين زائد نون سكر كيلو جرام. ماشي. انا مش عارف احييك ازاي، انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا هشام، وربنا يكرمك يا باشمهندس هشام، ونفسنا تبقى تسعدنا بمداخلاتك كمان في كل الحلقات. والله انا اللي ليا الشرف اني اتصلت بحضرتك يعني ومع الاستاذ شعبان طبعا. لا ده شرف لينا يا حبيبي، وربنا يوفقك دايما. عندك اي سؤال تاني او تعليق؟ حضرتك كان عندي سؤالين. اتفضل. واحد عايز احله مع حضرتك يعني. انت ليك سؤالين عايز تحل واحد منهم معانا؟ اه طب وما يعني انت عندك السؤال وعندك الاجابه تقصد؟ لا انا عايز يعني عايز يعني استفيد تشترك. من طب ماشي حضرتك. فيما يتعلق بايه السؤالين دول؟ بنفس الدرس برضه. طب اتفضل الدرس بتاعنا ده. طب اتفضل. صاد غير منتظم. اتفضل. الايه؟ صاد غير منتظم. صاد غير منتظمه. حلو. الف ب اسمه الف ب. جميل. يلا علق من طرفيه سفان. علق من طرفيه ايه يا هشام؟ ثقلان. ثقلان. جميل. متساويان كل منهما. لا ثقلان ايه؟ ثقلان ايه؟ ثقلان متساويان. متساويان. جميل. كل منهما 7.5 سكر كيلو جرام. 7.5. فأثر الساق في وضع افقي. فايه؟ فأثر الساق في وضع افقي. ما دي حلناها الحلقة اللي فاتت يا فايه اثر الساق في وضع افقي؟ اتزن 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 فاتزن الساق. فاتزن الساق. سوري انا اسف. في وضع افقي. في وضع افقي. عندما يبعد عن الف. لا هو عند ارتكازه على محور. عند ارتكازه؟ على محور عند نقطة جيم. عند نقطة ميم؟ جيم جيم جيم. حيث الف جيم بكام؟ حيث الف جيم بتساوي 12 سم. حلو. وعندما اضيف الى كل من الثقلان. دليل التقويم. ماشي. الى كل من الثقلان. ماشي. 10.5 من الطرفين بالظبط كده. حلو. خلاص عرفناها عرفناها. الحلقة اللي فاتت. حاضر حاضر. حلناها الحلقة اللي فاتت. هي موجودة في دليل التقويم على ما اعتقد. وهي حلناها الحلقة اللي فاتت. جميل. حاضر. طب انت قلت في مسالتين ولا مساله؟ في مساله تاني. هي المساله دي يا هشام احنا مش حليناها او حلينا واحده زيها بالظبط الاسبوع اللي فات؟ انا والله للاسف لان الحلقه اللي فاتت انا ما شفتش الحلقه بحضرتك. طب حاضر يعني. طب قول التاني يلا يا هشام بسرعه. نون من القوة المستوية. الايه؟ نون من القوة المستوية. نون من القوة المستوية المتوازية. المتساوية. مقدار كل منهما قاف. مقدار كل منهما قاف. ايوه سامعينا. تؤثر في اتجاه يوازي المحور الصادي. طب قول. وهي بالتتالي متضاده الاتجاه. متضاده الاتجاه؟ لا يعني مره في اتجاه ومره بالتتالي. وبالتتالي دي من الكتاب مش من كتاب المدرسه ولا من الدليل مش كده يا هشام؟ انا بصراحه معايا كتاب خارجي فمش طب عارف. طب تمام مش لازم تقول خلاص. وعموما المساله احنا عارفينها. اثبت انه المحصله عزمها نون زائد واحد في قاف مش كده؟ بالظبط كده. هي مساله محترمه زيك كده جايه من طالب محترم وعلى وعد ان احنا نحلها لك هي والصاب. حاضر. بترجع حضرتك ان نشوف حلها يعني على الهوا. لا حاضر انا بقول لك اوعدك ان هي والساق هيتحل. خلاص ماشي. بس شكرا. بلفت نظرك انها مساله محترمه جدا لانها جايه من طالب محترم بس. ربنا يخليك. ماشي يا هشام بالتوفيق. عندك حاجه تانية؟ لا
لا ربنا يخليك بالتوفيق يا باشمهندس، نورتنا. اتفضل. طب نكمل بقى يا استاذ شعبان كلامنا الاول. هناخد العزوم بقى حول الف. نرجع لمسالتنا. العزوم حول الف يبقى دي بصفر ودي بصفر، يبقى 60 لها عزم وال40 لها عزم وشيل 2 جاء 30 لها عزم. ماشي. يبقى عندنا يبقى 60 في الف ج زائد 40 في 4 ناقص شيل 2 جاء 30 في 8 بيساوي صفر. يبقى 60 في الف ج زائد 160 جاء 30 بنص، يبقى ناقص 4 شيل 2 بيساوي صفر. نعوض عن شيل 2 بقيمتها اللي هي 50 اهو، يبقى 60 في الف ج زائد 160 ناقص 4 في 50 بيساوي صفر. يبقى 60 الف ج زائد 160 ناقص 200 بيساوي صفر. يبقى 60 الف ج هتساوي 40، يبقى الف ج هتطلع بتساوي أربعين على ستين يعني 2 على 3 متر. تمام كده؟ تمام كده أستاذ شعبان. ده كان أول مسألة عندنا في موضوع الاتزان العام، كان حله عن طريق شروط الاتزان مجموع المركبات السينية والصدية بصفر ومجموع العزوم حول أي نقطة برضو بيساوي صفر. طب محتاجين واحدة كمان أستاذ شعبان. طيب ألف ب قضيب طوله 60 سنتي هتظهر معانا اهي. ألف ب قضيب طوله 60 سنتي ووزنه 5 ثقل ومركز ثقله على بعد 45 سنتي من ألف يدور حول مفصل ثابت عند نقطة ألف. ربط الطرف ب بخيط خفيف يمر على بكرة ملساء تقع رأسيا أعلى ألف وعلى بعد 45 سنتي متر، ويحمل الخيط في طرفه ثقلا وزنه واو، فإذا علق جسم وزنه 3 ثقل من به فأصبح القضيب أفقيا، أوجد قيمة واو ورد فعل المفصل. دلوقتي القضيب بيدور حول المفصل، يعني مثلا لو جينا عمل كده القضيب بيدور حول المفصل كده. جيت ربطت بالطرف ده خيط. والخيط ربطته في نقطة أعلى المفصل. أيوة. أدي القضيب بيدور حول المفصل. ده كده حر الحركة. حر الحركة. جيت ربطته بخيط والخيط ربطته في نقطة أعلى المفصل. خلاص. أيوة. فلما نيجي نرسم الوضع ده كده هيبقى عامل كده اهو. ادي القضيب ادي المفصل اهو وادي الخيط ده بيمر على بكرة ملساء يتدلى من الطرف الثاني سكر مقداره واو اهو. القضيب هنا وزنه بيأثر في نقطة تبعد عن قلب بمقدار كام؟ 45 اهو. دي 45 سنتيمتر. وجينا من ألف علقنا ثقل مقداره 3 من نقطة ب. هنا مفصل يا أستاذ محمد طبعا. هنا بقى في شد شيء ورد الفعل بتاع المفصل غير معلوم حاليا الاتجاه. أولا بالنسبة للباكرة الملساء يبقى الشد زي الشد. ادم بكره ملساء كنا نعمل قبل كده. ادم بكره ملساء يبقى الشد زي الشد. ده دي مهمه قوي يا استاذ شعبان. يعني الشد اللي حضرتك بتشاور عليه ده، لا التاني ده داخل ده في البكره. الشد ده واتجاههم ايه؟ بيبصوا لبعض. لازم يكون داخلين جوه البكره. وهنا الثقل مقداره كام؟ 5. وده كله طوله 15 سنتي. طب والشد الراسي ده ايه علاقته بالواو؟ طبعا الجسم المتدلي ده متزن تحت تاثير قوتين. يبقى شين بتساوي واو. يبقى الشد بتساوي واو. مهم قوي. يعني وهنا انا عندي جسمين يا استاذ محمد. اللي هو القضيب والوزن المتدلي. ايوه. الوزن المتدلي ده متزن تحت تاثير قوتين، شين والوزن، يبقى شين بتساوي واو. يعني لازم شين تكون قد واو. نيجي في مشكله مقابلين. رد فعل المفصل فين ده؟ ما اعرفش. لا مقدارا ولا اتجاها. ايوه. فبروح حاطه على صوره مركبتين. في ناس بتسميها ريو واحد والاثنين، انا بحب اسميها سين صغيره وصاد صغيره كده. تمام. ويبقى رد الفعل بينهم كده. لو انا عرفت سين وصاد ده جبري، يبقى انا هدفي كله اعرف سين وصاد. تمام كده؟ تمام. معايا كده يا استاذ محمد؟ اتفضل. فاضل الشد احلله الى مركبتين، هفرض الزاويه دي ايه؟ ليه احنا بنقول مركبات السينيه بصفر
قصاديها بصفر. هيبقى هنا شين جتا اهي وفوق شين جاهي. بس نطبق الشرطين عندنا بما ان بقى السائق متزنه يبقى سين بصفر وصاد بصفر. تعال المركبات الصينيه الافقيه يبقى سين جتا اهي والسين فبنقول كده سين بتساوي شين جتا اهي. يبقى سين بتساوي شين جتا اهي. ارسم لها مثلث ده 40 ده الطول ده 60 يبقى ده لو لو عملت ايه ده 45 الطول ده 45 هيطلع ال 15 فيها التلاتة على 15 فيها الأربعة هيطلع المثلث بتاعها هي كده 3 4 5 بس تمام. جت اهي بقى ب 4 على 5 يبقى س 4 على 5 ش نمرة واحد. الصادية بقى شين جاهي وصاد بتساوي الأوزان اهو شين جاهي زائد صاد بتساوي 3 زائد 5 جاهي بتلاتة على 5 شين زائد صاد بتساوي 8 يبقى عندنا نقدر نقول كده نمرة 2 وانا عندنا نمرة واحد جنبها هو ان س بتساوي 4 تخماس شين. نعمل الشرط التالي العزوم حول اي نقطه بيساوي صفر. أيوة. يستحسن يا استاذ محمد أيوة. ناخد العزوم حول الف يبقى اتخلصت من شين من سين وصاد يبقى العزوم حول يبقى الخمسه لها عزم والثلاثه لها عزم والشين جاهي لها عزم انما شين جت اهي عزمها بصفر تمام. يبقى العزوم حول الف بيساوي صفر يبقى سالب خمسه في سي في 45 ناقص 3 في 60 ناقص 3 في 60 زائد شين جاهي في 60 هيبقى سالب 100 عندنا 225 ناقص 180 زائد شين جاهي جاهي عندنا ب 3 على 5 في 60 انا عندي الشين بيساوي واو يبقى عندنا سالب 405 زائد دي مع دي فعل 12 يبقى 36 واو هتطلع واو ب 5 ب 405 على 36 يعني 45 على 4 45 على 4 عاوز اجيب بقى س ادي المعدتين قدامنا اهو اعوض عن ش ب 45 على 4 اجيب س يبقى س 4 على 5 في 45 على 4 يبقى س 45 على 5 هات ص 45 يبقى يعني ب 9 هات ص يبقى ص زائد 3 على 5 في 45 على 4 يبقى الاول ص زائد 3 على 5 واو اللي هي بكام؟ 45 على 4 بتساوي 8 يبقى ص ب 5 على 4 هتبقى دي 45 على 4 الواو هو كله هيطلع 5 على 4 يبقى ص ب 5 على 4 يبقى انت عرفت س وص فاضل الره بقى يبقى ر الجذر التربيع دي س تربيع زائد ص تربيع تمام يبقى 81 زائد 25 على 4 هتطلع ر في الاخر بربع جذر 1321 سكر للكيلو جرام. لو عاوز اتجاه ر اقول له ظا لام صاد على سين صاد عندنا خمس تربع على سين بتسعة يبقى خمسة على ستة وتلاتين واجيبها بالآلة ده عاوز مقدار واتجاه رد الفعل. ده كان تاني سؤال في موضوع الاتزان العام اللي احنا ان شاء الله مستمرين فيه وهنكمله لكن بعد ما نطلع في فاصل صغير هنرجع نكمل بقية افكار الاتزان العام. ومش ناسيين كان عندنا سؤال من بني سويف الاسبوع اللي فات سأله لنا اسلام ويا رب يكون سمعنا دلوقتي احنا بس عملنا فيه تعديل بسيط علشان تبقى المسألة سليمة
وهنحلها ان شاء الله بعد الفاصل. وكمان مش ناسين نعمات من اسكندرية، لكن بعد فاصل صغير. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، نستكمل موضوع من أهم موضوعات الاستاتيكا المقررة علينا السنة دي، موضوع الاتزان العام. اسمح لي أستاذ شعبان قبل ما ننطلق إلى بقية الأمثلة في الاتزان، نحل بسرعة كده مسألتين من الأسبوع اللي فات. أولا مسألة نعمات من اسكندرية، والحقيقة احنا تعرضنا لزيها كتير بس ما فيش مانع نعرج عليها سريعا كده. هي بتقول ألف بيه قضيب منتظم، ألف بيه قضيب منتظم أهو، طوله 4 متر وزنه 6. كويس. علق وزنه في المنتصف عشان وزنه 6 منتصف. علق في طرفيه جسمان، طرفيها ألف وبه جسمان 6 و12. 6 و12. يا ترى من أي نقطة يجب تعليق القضيب حتى يتزن؟ هنفرض إن احنا معلق من نقطة في أي مكان أهو. أدي ميم، ويبقى هنا شين أهو. وده هفرض ان الف ميم ده كله سين. يبقى اولا شين بتساوي 6 زائد 6 زائد 12، يطلع 24. واخد اللزوم حول الف بيساوي 0. يبقى 6 هو القضيب كله طوله كام؟ 4 متر. يبقى ده 2 متر. يبقى 6 في 2 زائد 12 في 4 ناقص شين في سين بتساوي 0. يبقى 12 زائد 48 هتساوي شين طلعناها ب 24 سين، يبقى عندنا يبقى 60. 50 يبقى 60 هتساوي 24 سين، يبقى يعلق النقطه بتساوي سين بتساوي 60 على 24. نرفع الورقه شويه. 60 على 24 على 12 في 5 يعني على بعد 5 على 2 متر. تمام كده؟ تمام. يبقى نعلق من نقطة تبعد عن قلب بمقدار. يا رب تكوني شايفانا نعمات من اسكندرية، عندهم برد جدا دلوقتي. وعايزين بقى احنا تناقشنا انا وحضرتك الاسبوع اللي فات بعد الحلقة واحنا ماشيين في سؤال، ويا رب يكون سامعنا اسلام ولو امكن يعمل مداخلة معانا. هو كان بيقول لنا في قوة قاف زوج مرتب 3 و4. كويس. وقال لنا عايز عزمها بالنسبة للنقطة ب 5 و2. وقال عايز عزمها بالنسبة لنقطة ب 5 و2، وقال انه هذه القوة بتمر بنقطة ألف. وألف تنتمي، حيث ألف دي تنتمي للمستقيم الذي معادلته هو قال 3 صاد زائد 2 سين يساوي 12. فاحنا لما تناقشنا في الموضوع ده هيبقى 3 صاد. نعملها بقى ناقص 4 سين. ناقص 4 سين. احنا عملنا تعديل بعد اذنك يا اسلام حتى علشان المسألة تبقى سليمة. لو انت عندك وجهة نظر تانية او نسيت تملينا حاجة تانية في المسألة احنا في انتظار تليفونك. التعديل البسيط اللي عملناه بدل المعادلة اللي هي 3 صاد زائد 2 سين ب 12 خليناها 3 صاد ناقص 4 سين ب 12. ليه بقى؟ اتفضل يا استاذ شعبان. علشان عندنا ميل خط عمل قاف. خط عمل قاف هتساوي 4 على 3. وميل الخط المستقيم بيساوي سالب معامل سين على معامل صاد. ايوه. يبقى 4 على 3. ادمل خط عمل قاف بيساوي ميل المستقيم، يبقى معنى كده ان المستقيم حامل للقوة. يعني احنا اعتبرنا ان المستقيم اللي انت بتقول عليه ده هو المستقيم الحامل للقوة، بس معادلته هي معادلة خط عمل القوة كده. ممكن تمشي ونحلها حالا. ويبقى بقى الف اي نقطة على المستقيم. تمام. حط مثلا سين بصفر يطلع صاد ب 4. يبقى نقطة الف 0 و4. تمام. عاوز اجيب عزمها بالنسبه ل ب اللي هي كام ب؟ قال لك مديها لك 5 و2. 5 و2 يبقى هجيب ب الف، يبقى الف ناقص ب الف اللي هي اللي انت نقيتها بقى 0 و4 ناقص 5 و2 هيبقى سالب 5 و2. هجيب عزمها حول ب بقى. يبقى العزمه حول ب يبقى سالب 5 و2 في قاف اللي هي ضرب اتجاه قاف يعني اللي هي 3 و4. هيبقى سالب 20 سالب 6 عين يطلع بسالب 26 عين. هو عاوز كمان طول العمود النازل من سهل بقى. طول العمود بيساوي معيار العزم على معيار القوة. يبقى طول العمود لام معيار العزم 26 على 9 زائد 16، يبقى 26 على 5. تمام تمام.
ده كان سؤال اسلام من بني سويف. والمره الثانيه انا باكد اهو لو عندك اي تعليق يا اسلام احنا في انتظار تليفونك. نكمل بقى استاذ شعبان بعد ما حلينا مساله اسلام ونعمات نكمل مثالين جداد في موضوع الاتزان العام. مساله جديده بتقول احنا بنحاول قدر المستطاع هو يعني نوازن ما بين الدرس الجديد اللي احنا بنشرحه في نفس الوقت مجموعه المكالمات اللي بتجي لنا بقدر المستطاع. يلا المساله بتقول قضيب منتظم ألف ب وزنه 10 يمكنه الدوران حول مفصل عند طرفه ألف ويرتكز طرفه العلوي أو الأعلى به على حائط رأسي أملس. أيوة. فإذا كان القضيب متزنا في مستوى رأسي عمودي على الحائط وكان قياس الزاوية بين القضيب والحائط 30 درجة فأوجد مقدار الضغط على الحائط وكذلك رد فعل المفصل وظل الزاوية التي يصنعها مع الأفق. القضيب بيدور حول مفصل اهو بيدور حول مفصل كده تمام بس الطرف الثاني ارتكز على حائط كده يعني هو كان بيلف وبعد كده جيت هنا لقيته استند على حائط حلو بحيث كان القضيب بيعمل مع ايدي كده على اساس مع الحائط يعني زاويه 30 فلما اجي ارسم الكلام ده اهو ادي الحائط وادي القضيب ده المفصل اهو ده الف ده ب ادام حائط راسي املس يبقى لابد رد الفعل بتاع الحائط بيساوي عمود على الحيطه ر واحد المفصل ده زي ما احنا اتفقنا ما بعرفش رد فعله فين الا بعد التوازن لا. بحط على صوره مركبتين برضه هيبقى مركبه سينيه افقيه ومركبه صاديه راسيه ادي س ادي ص يبقى دائما ردود افعال المفاصل استاذ محمد نحطها على صوت مركبتين س وص في اتجاهين متعامدين لو انا عرفت س وص يبقى انت عرفت ر يبقى ر بينهم كده اي مكان بينهم انا مش عارفه اهو القضيب طبعا وزنه بيأثر في المنتصف وزن القضيب 10 والزاويه دي كام 30 هفرض ان طول القضيب كله 2 لام يبقى ده لام وده لام القضيب متزن يبقى س بصفر وص بصفر س هيبقى س بتساوي ر واحد والرأسية يبقى ص بتساوي 10 نمرة 2 هاخد العزوم حول ألف بتساوي صفر يبقى عندنا الزاوية دي برضو 30 عزم العشرة يروح لألف ضد عقرب الساعة يبقى 10 في البعد العمودي مقابل للتلاتين يبقى لام جا 30 الره واحد هيدور مع عقرب الساعة في البعد العمودي مجاور يبقى 2 لام جا 30 اللام راحت مع اللام وعشرة في نص ناقص ره واحد في 2 في جذر 3 على 2 هيبقى 5 هتساوي جذر 3 ر 1 يبقى ر 1 5 على جذر 3 اضرب في جذر 3 على جذر 3 يبقى 5 جذر 3 على 3 ده ر 1 اللي هو س وانا عندي ص اصلا ب 10 يبقى اقدر اجيب رد فعل المفصل الجذر التربيع لس تربيع زائد ص تربيع يبقى الجذر التربيع 5 جذر 3 على 3 كل تربيع زائد 10 تربيع هتطلع ب 5 جذر 39 على 3 ثقل كيلو جرام ده المقدار فاضل الاتجاه يبقى هقول له ظ ه ص على س يبقى 10 جذر 3 على هيبقى ص على س يبقى 10 على 5 جذر 3 فوق 3 هتطلع 2 جذر ايه 3 يبقى من يمين بزاويه ظلها 2 جذر 3 على الافقي تمام كده هو عاوز مقدار رد فعل الحائط ومقدار رد فعل المفصل تمام واتجاه تمام كده كده عرفنا رد الفعل وعيناه تعيينا تاما مساله تاني برضو تيجي واحنا شغالين كده بسرعه في دقيقه برضو نسيب لهم للاسبوع اللي جاي مساله الحلقه نعمل تبقى عاده يعني ماشي
هي الحقيقة المرة دي برضو من كتاب دليل التقويم على الاتزان العام. بتقول هيكل مكون من ثلاث قطبان. مسألة محترمة. هيكل مكون من ثلاث قطبان منتظمة. مكون من ثلاث قطبان منتظمة. ثلاث قطبان منتظمة. منتظمة. وزن كل منها نص ثقل كيلوغرام. وزن كل منها نص ثقل كيلوغرام. نص ثقل كيلوغرام. وطول كل منها 20. وطول كل منها 20. 20 سنتي. متصلة عند ألف وب وجيم. متصلة عند ألف وب وجيم. عند ألف وب وجيم يعني عاملة مثلث. ايوه اللي هي القضبان يعني. الهيكل ده قابل للدوران. الهيكل قابل للدوران. قابل للدوران. حول مسمار افقي املس عند الف. مسمار افقي املس عند الف. عند الف. اذا ربطت به فاحد طرفي خيط. اذا ربطت به به فاحد طرفي خيط. باحد طرف خيط. يمر على بكرة ملساء. يمر على بكرة ملساء. تقع رأسيا فوق ألف. تقع رأسيا فوق ألف. وعلى بعد 20 سنتي منها. وعلى بعد 20 سنتي منها. ومعلق في طرفه الآخر. ومعلق في طرفه الآخر ثقل قدره واو. طرفه الآخر ثقل قدره شبه مسألة ان احنا لسه حلينها في شد وتدلى منه ثقل واو قدره. طيب. فاتزنت المجموعة في وضع كان فيه ألف جيم رأسيا. فاتزنت المجموعة في وضع كان فيه ألف جيم رأسيا. كانت فيه ألف جيم رأسيا. رأسيا. اوجد قيمة الثقل ومقدار واتجاه رد فعل المسمار. اوجد قيمة الثقل. قيمة الثقل. واو يعني واتجاه ومقدار رد فعل المسمار. واتجاه ومقدار. ومقدار رد فعل المسمار. مقدار رد فعل المسمار. نقرأ كده برضه عشان الطلبة تبقى معانا. نقرأ كده على بعضها بقى. هيكل مكون من ثلاث قطبان منتظمة وزن كل منها نص ثقل كيلوغرام وطول كل منها 20 سنتيمتر متصلة عند نقط ألف وب وجيم. يعني هي عاملة مثلث. طبعا. عشان يبقى الطلبة واخدة بالها. والهيكل قابل للدوران حول مسمار أفقي أملس عند ألف. يعني عامل مثلث متساوي الأضلاع. وإذا ربطت نقطة به في أحد طرفي خيط يمر على بكرة ملساء ثابتة وتقع رأسيا فوق ألف وعلى بعد منها 20 سنتيمتر. مش شبه للمسألة اللي احنا عملنا الخيط والبكرة يبقى الشد زي الوزن. والشين والشين بيبصوا لبعض والشين والوزن قد بعض. على بعد 20. ومعلق في طرفه الآخر ثقل قدره واو. اللي هو الثقل معلق في البكرة. اللي بيساوي شين. فاتزنت المجموعة في وضع كان فيه ألف جيم رأسيا. كان فيه ألف جيم رأسيا. أما أرسم يبقى خلي ألف جيم رأس. وكأني رسم مثلث اسمه ألف به جيم متساوي الأضلاع. ما أنا قلت لك مثلث متساوي الأضلاع. اوجد قيمة الثقل ومقدار واتجاه رد فعل المسمار. مقدار رد فعل المسمار واتجاه ومقدار رد فعل المسمار. دي سؤال هننتظر إجابته إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. شوية على الشاشة هيك موجودة عشان تقدر تنقله معانا. تمام. ننتقل بقى للمسألة الجديدة. اللي معانا في الاتزان العام. بتقول ألف به قضيب منتظم مقدار وزنه طبعا مش ناقصين سؤال إمام من الأقصر وهشام من الجيزة عنده مسألتين بس عايزين بس ناخد صوت ولو حتى 3-4 مسائل في موضوع حلقة النهاردة الاتزان العام. المسألة هتظهر حالة ان هي بتقول ألف به قضيب منتظم مقدار وزنه 200 نيوتن يتصل طرفه ألف بمفصل مثبت في حائط رأسي ويحمل عند طرفه به ثقل قدره 100 نيوتن. حفظ القضيب في وضع يميل فيه على الأفق لأعلى. يميل على الأفق لأعلى في زاوية قياسها 30 درجة بواسطة حبل مساو للقضيب في الطول يتصل أحد طرفيه بالطرف به للقضيب بينما طرفه الآخر يتصل بنقطة دال من الحائط تقع أعلى ألف رأسية وعلى بعد منها يساوي طول القضيب. أوجد مقدار الشد في الحبل ورد فعل المفصل. يعني برضو نفس الكلام. ادي القضيب بيدور حول مفصل اهو. بس المرة دي بقى طلع شوية لما ربطته بخيط. احنا المسألة قبل كده كان خلينا القضيب افقي فخبط في حيطة واتزن. وثبته فوق.
لا ده هنا لما ربطته بخيط اكتر شويه اصبح القضيب يميل على الافق كده. والخيط اللي انا ربطت بيه زي طول القضيب بالظبط. جميل تمام. فلما نيجي نرسم الوضع ده كده اهو ادي الحائط وادي القضيب اهو. الخيط اتربط في الطرف اهو. ده ألف ده ب ده دال. الوزن بيأثر في المنتصف اهو. وهنا الشد في الخيط. الوزن عندنا كام؟ 200. ده مفصل. وده شد. وجينا علقنا متطرف به سكر مقداره 100. على فكرة يا أستاذ محمد في مسائل زي ديت يقول لك ربطنا من إحدى نقط القضيب ينفع برضو على مسافة كلام. 10 سنتي من الطرف ده. فالقضيب كله طوله مديني القضيب كله ما فيش طول. يبقى هسمي ده لام وده لام. الزاوية دي 30. أهي. المثلث ده متساوي الأضلاع على فكرة. فأنا عندي بقى في مشكلة. لا ربنا ما يجيبش مشاكل. يعني ألف ده هو هي في إغراءات كتير. إن نمر إن عند ألف ده مفصل. فإحنا اتفقنا المفصل نحطه على صورة مركبتين بقى قاعدة عامة. يا إما ر واحد وري اتنين يا إما سين وصاد. سين وأدي صاد. إحنا بنقول مركبات السينية بصفر وصادية بصفر. فاضل الشد. فالشد أهو. هحلل المركبتين. الزاوية دي 30. الزاوية دي 30. يبقى نحلل شين الى مركبتين. اهو. يبقى هنا شين جتا 30. وهنا شين جتا 30. خلاص. المسألة اتحلت بعد كده. اهو. طبعا هجيب رد الفعل هيبقى بينهم كده اهو. اهو. فلعند القضيب ماله متزن. اهو. القضيب متزن. يبقى سين بصفر وصاد بصفر. السينية بقى عندك سين وشين جتا 30. يبقى سين بتساوي شين جتا 30. يبقى سين بتساوي جذر 3 على 2 شين. نمرة واحد. الرأسية بقى عندنا شين جتا 30 وعندنا صاد وعندنا الثقلين اللي هو 200 والمية. يبقى صاد زائد شين جتا 30 هتساوي 300. يبقى صاد زائد نص شين هتساوي 300. نمرة اتنين. القاعدة التانية باخد العزوم. طبعا هاخد العزوم حول مين؟ حول ألف عشان تخلص من سين وصاد. يبقى اللي لها عزم الميتين والمية والشد. عزم الميتين سهل. هيبقى ميتين هيدور مع عقرب الساعة والبعد العمود مجاور يبقى لام جتا 30. المية عزمها برضه هيدور مع عقرب الساعه، البعد العمودي بتاعها برضه مجاور، يبقى 2 لام جتا 30. الشد بقى يا استاذ محمد لها طريقتين. اما اجيب عزم المركبتين او اجيب عزم الشد نفسه. فعزم الشد نفسه هيبقى عندك الشد في البعد العمودي اللي هو لو انا اسقطت عمود كده اهو. اهو. ادي الشد البعد العمودي هيبقى 2 لام جا 60. نكتب بقى الكلام ده. هناخد العزوم حول ألف تساوي صفر. يبقى سالب 200 في لام جتا 30 سالب 100 في 2 لام جتا 30 زائد شين في 2 لام جا 60. 2 لام جا 60 بس تساوي صفر. اللام مع اللام مع اللام يبقى سالب 200 في جذر 3 على 2 ناقص 200 في جذر 3 على 2 زائد شين في 2 في جذر 3 على 2. جذر 3 على 2 مع جذر 3 على 2 مع جذر 3 على 2 يبقى سالب 400 زائد 2 شين بتساوي صفر. هيطلع شين ب 200 اهو نيوتن. تعالى نرجع بقى للمعادلات الاولانيه. انا عاوز سين وصاد اهو. سين بتساوي جذر 3 على 2 شين.
يبقى سين بتساوي 200 في جذر 3 على 2 يبقى 100 جذر 3 ده سين. هات ص زائد نص في 200 هتساوي 300 يبقى ص ب 200. عرفت انت س وص اقدر اجيب ر يبقى ر اللي هو بص معايا اهو ادي احنا جبنا س وص ودول في اتجاهين متعمدين اقدر اجيب ر يبقى ر الجذر التربيع ل 200 ل 100 جذر 3 تربيع زائد 200 تربيع هيطلع ر لما تحسبها هيطلع ب 100 جذر 7. طب عاوزين اللي تيجي باتجاه يبقى ظاهر ص على س ص عندنا ب 200 على 100 جذر 3 هيطلع ب 2 على جذر 3 يعني تطلع 2 جذر 3 على 3 يبقى رد الفعل عباره عن 100 جذر 7 ويميل على الافقي بزاويه ظلها 2 جذر 3 على 3. تمام كده؟ كده الموضوع انا اشعر كده يا استاذ شعبان انه الموضوع بتاع الاتزان العام ده مش صعب زي ما كتير الطلبه بيتصور. هو انما في الاخر هو عايز حل كتير. لانه ربما في بعض الاحيان بتلاقي المساله تطول منك نتيجه انك انت مش متمرن تمرين كفايه. ازاي تحل المعادلات مع بعض؟ مش كده ولا ايه؟ يعني عايزه تمرين من النوع بتاع ان الواحد يحل ثلاث معادلات فيهم اربع معادلات ازاي؟ ازاي اتصرف؟ ده بيجي فقط باني اكون فاهم؟ لا ما هو فاهم ازاي حل المعادلات. محتاج بقى اكبر كم من المسائل. طيب في ملحوظه كده عايزين حضرتك نتعرض ليها قبل المساله اللي جايه. بيقول لك اذا ارتكز خطيب او سلم ا ب حلو بطرفه ا على مستوى افقي املس. وبطرفه باء على مستوى راسي املس. لو القضيب بقى في الحاله دي لو استند على حائط راسي املس ومستوى افقي املس هنبص تلاقي القضيب ينزلق. تمام؟ اتفضل يا فندم. يعني لو مسنود بطرفه السفلي على مستوى املس وراسي املس طبعا ده بالعقل كده اكيد هيتزحلق يعني هينزلق. فعشان ما ينزلقش باثر على القضيب بقوه احفظه يعني من الانزلاق عشان ما انزلق عشان احتفظ اهو. لا ده احنا عندنا حالات كتير بقى عشان احفظه من الانزلاق. انا ممكن احط له ثقل مثلا وهنشوفها ان شاء الله يمكن في الحلقه دي او اللي جايه. ممكن اشده بحبل من تحت افقي يحفظه من الانزلاق. فانا هنا عملت بتاعه الحبل. فالحبل ممكن يبقى مثبت من الطرف. او الحبل من احدى نقط السلم. هي الرسمه هي واضحه اهي. ادي هتظهر دلوقتي علقت الثقل. شديت الثقل بالطرف الف اهو. ايوه من تحت كده. فاتزن. حلو. او من احدى نقط السلم. مش لازم من عند طرفه اللي تحت. لا مش شرط. بحس احد طرفي السلم. بعد 10 سنتي مثلا من بيه ولا حاجه. احدى طرفي الخيط في نقطه في السلم والطرف في نقطه تقاطع الحائط مع الارض. ايوه. او يبقى خيط افقي. كل ده السلم يتزن. هو اللي يقول. انما لو ما شدتوش الجزء السلم ايه ينزلق. هو ربما يكون طرفه السفلي على مستوى املس وطرفه العلوي على مستوى خشن. لا ما ينفعش. برضه ما ينفعش. ما لسه هيبان الكلام ده شويه. لكن هنشوف ده كله في مسائل بندردش. يعني لو طب احنا لسه ما عايزين ندردش لقينا واحد عايز يدردش معانا. مين يا فندم معانا؟ اهلا بيك يا باشمهندس علي. حضرتك كان عندي سؤال في على طول كده مفيش ازيكم حتى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا باشمهندس علي. انا قلت السلام عليكم والله. انا ما سمعتش. انا اسف يا علي. ها عندك سؤال في ايه؟ كان عندي مساله من دليل التقويم. وماله؟ من دليل التقويم على درس ايه؟ على الدرس اللي فات. القوى المستوى المتوازي. طيب اتفضل قول. بيقول اسفلت القوى المتوازيه قف واحد مع اني كنت عايز ادردش شويه مع الاستاذ شعبان وانت داخل معانا في التليفون في البدايه كنت عايز اساله سؤال وهساله له برضه وانت معانا يعني تحضرنا. بس حضرتك انا ما تابعتش الحلقه من الاول. لا 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 ده حاجه كده مالهاش علاقه بالحلقه. هو انا لو عندي سامعني اتفضل. هو انا لو عندي قضيب وطرفه السفلي مستند على مستوى افقي املس ايوه وطرفه العلوي مش رياضه ومش اتزان عام ومش ثانويه عامه ولا حاجه وطرفه العلوي مسنود على حائط راسي خشن. ايوه. عندك تصور اذا كان القضيب ده محتمل يتزن ولا بالضروره اكيد هينزلق؟
احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل، بس انت تصورك ايه؟ تصوري لو هو على ارض، لو على ارض ملساء ايوه، يبقى اكيد ممكن اكيد هيقع في الغالب، هيتزحلق هو بالتاكيد هينزلق، سواء كان بقى طرفه العلوي ده مسنود على حائط خشن ولا املس. الكلام ده هندرسه بالتفصيل في دراستنا للاتزان العام. طيب انا اشكرك على اجابتك دي، لكن هسمع منك السؤال وبعدين نكمل كلامنا. اتفضل قول. أفكارك القوى المتوازية قف واحد وقف اثنين وقف ثلاثة وقف أربعة. حلو. عند نقط ألف واحد وواحد. وبيه سالب اثنين وواحد. بيه سالب اثنين وواحد. وجيم ثلاثة وثلاثة. وجيم ثلاثة وثلاثة. ودال سالب اثنين وصفر. ودال سالب اثنين وصفر. ماشي. على الترتيب فاتزنت. كويس. على الترتيب فاتزنت. إذا كانت قف واحد. بتساوي س زائد 2 ص. ومعيار قف 2 ب 2 جذر 5 ب 5 جذر 2 وتعمل في اتجاه مضاد لاتجاه قف 1. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك انت. طب احنا عايز اقول لك على حاجه بقى يا باشمهندس علي، هي المساله دي موجود منها في دليل التقويم مسالتين، واحده في اتجاه مضاد للقوه الاولى واحده في نفس الاتجاه، واحنا الاسبوع اللي فات على ما اتذكر او يمكن اللي قبله حلينا واحده فيهم، ومع ذلك اوعدك هنحل لك اللي انت طلبتها دي سواء في حلقه النهارده لو امكن، لو في وقت اتسع لينا، او في بدايه الحلقه اللي جايه. عندك سؤال تاني غيرها؟ طبعا في الاخر عايز كل من قف 2 وقف 3 وقف 4 مش كده؟ ايوه. جميل. معلش انت كنت نويته في سؤال كده، الدليل التقويم يعني استاذ شعبان قال مسائل بس اللي بتتكلم من دليل التقويم مسائل معينه، طب انا اعرف المسائل دي ازاي؟ احنا بنقول يعني مش كل مسألة في دليل التقويم تبقى عرضة للامتحان، هنقصد كده يعني، انما يعني عادة لازم تناقش غالبية المسألة تأمن للمعرفة. يعني انا دلوقتي انا كطالب احل الكتاب المدرسي فقط لا طبعا انت طالما تعرضت لها حلها كلها، يعني احل دليل التقويم. ما انت مش بتسالنا دلوقتي في مساله من دليل التقويم؟ يعني انت خلاص بدات تحل مش مستني. انا بحل من دليل التقويم يعني، بس في مسائل بتقف معاك لازم يا باشمهندس علي. بعد اذنك يا استاذ شعبان، هو بس الاستاذ شعبان يمكن في بدايه الحلقه كنا اتكلمنا في حكايه انه الطلبه اليومين دول بالذات حديثهم وشغلهم الشاغل في ثانويه عامه في الرياضيات بالذات عن صعوبه بعض مسائل او اختلاف، بلاش صعوبه، اختلاف بعض مسائل دليل التقويم في كل الفروع عن المسائل المعتاده اللي احنا بنشوفها عاده في الامتحانات، ثم المسائل اللي موجوده في كتاب المدرسه، مش في كلها طبعا، مش مجملها، لكن في بعض المسائل بتجد انه فكرتها مش موجوده لا في كتاب المدرسه ولا تطرقنا ليها في امتحانات سابقه. فانا لذلك انا في بدايه الحلقه قلت ايه؟ قلت يا ترى كتاب دليل التقويم ده يعامل معامله كتاب المدرسه؟ يعني الطالب زي ما بيخلص كتاب المدرسه كده ضروري كله بكل تمارينه لازم يخلص كل دليل التقويم. رايي الشخصي بعد اذن حضرتك، رايي الشخصي طالب علم رياضه اللي عايز يخش كليه الهندسه ويكمل دراسه الرياضيات في المستقبل، المفروض انه مش بس يطلع على دليل التقويم، لا قبل ما يوصل للامتحان يكون حله كله. مش لازم، بس في ملحوظه بقى هنا، مش لازم يكون حله بنفسه لانه كده ممكن يستغرق وقت طويل منه ويتعبه قوي، وربما يبعده عن الشغل الاساسي، يضيع وقته يعني بمعنى اصح بشكل او باخر، فيبقى يعني بالبلدي كده لا طل سما ولا ارض. فانا رايي الشخصي انك تستعين بشيء المدرس بتاعك طبعا، واحنا معاك اهو بنحل كل مره على قد ما نقدر من دليل التقويم، مش هنسيب في حاجه ان شاء الله، لكن تجد اي وسيله من وسائل المساعده بحيث ان انت ما تسيبش دليل التقويم، لانه كتاب مقرر علينا عاملاه وزاره التربيه والتعليم، وفي افكار مهمه قوي انك انت كطالب محترم تطلع عليه. راي الاستاذ شعبان طبعا على راسنا، وهنسمعه منه تاني بتوضيح اكتر المره الاخيره، لان ممكن يكون عمل لبس اللي هو لا يا ابني معايا معانا يا علي. ايوه مع حضرتك الاستاذ شعبان هيقول لك رايه مره تانية اهو. خد بالك نقصد ان غالبيه المسائل في دليل التقويم عادي نحلها، انما لو في مساله تستعين بحد بقى يبقى عاوز استعانه مش مشكلة يعني، واحنا معاكم اهو. ربنا يكرمكم يا رب. يعني ان شاء الله في اي وقت هتعوز اي مسألة في دليل التقويم بين قوسين او حتى مش في دليل التقويم، بإذن الله ربنا يقدرنا ونحلهم كلهم بإذن الله. الله يكرمك يا استاذ محمد. تمام. طب عندك سؤال تاني غير اللي انت قلت عليه واللي احنا هنحله ده؟
الله يكرمك يا استاذ محمد. ربنا يوفقك يا باشمهندس علي ونورتنا واسعدتنا بتليفونك، وفي انتظار مكالماتك في الاسبوع اللي جاي والاسابيع اللي جاي. ماشي اتفضل يا علي. استاذ شعبان، انت مقدر قد ايه اتصالات الطلاب في حلقات الهواء مهمه، ومع ذلك احنا الاثنين مقدرين قد ايه ان احنا عندنا منهج وعايزين نخلصه. عايزين بقى يعني نحل المعادله دي، فننطلق مباشره الى المساله القادمه. انت قلت الملحوظه خلاص. قلناها. نيجي المساله بقى بتقول نطبق عليها مساله بقى. الف ب سلم منتظم وزنه 10 كيلوغرام وطوله 3 متر يرتكز بطرفه ألف على أرض أفقية ملساء ويستند بطرفه به على حائط رأسي أملس، حفظ توازنه بربط طرفيه ألف بحبل مربوط طرفه الآخر بنقطة على خط تقاطع الأرض مع الحائط تقع رأسيا أسفل به. فإذا كان هذا السلم يميل على الأفقي بزاوية قياسها 45 درجة صعد عليه رجل وزنه 60 ثقل كيلوغرام، فأوجد مقدار الشد في الحبل عندما يصل الرجل إلى نقطة تبعد مترين من نقطة ألف. ادي زي ما احنا متفقين، ادي السلم موضوع على مستوى رأسي أملس ومستوى أفقي أملس. ادي السلم طوله 3 متر، ادي ألف ادي ب، وزنه طبعا بيأثر في المنتصف. وزنه 10 يبقى ده 1.5 وده 1.5. قال لك طبعا احنا اتفقنا من في الملاحظه ان السلم كده هينزلق هيقع. فجينا شدينا السلم من الطرف الف بحبل مربوط الطرف الاخر بنقطه على خط تقاطع الارض مع الحائط. ده الحائط وده الارض، يبقى الخيط من الف للنقطه دي، يبقى هنا في شد كده عشان ما ينزلقش. ابتدى رجل يصعد على السلم وزنه 60، فوجد مقدار الشد في الحبل عندما يصل الرجل الى نقطة تبعد مترين من الف. الرجل اهو ادي 60 طبعا دي 10 اهو، الحتة دي نص متر، يعني النقطة دي تبعد عن قلب مقدار نص متر. اصبح القضيب يميل على الاخ بزاوية 45. طبعا هنا في قوه رد فعل عمودي وهنا في قوه رد فعل عمودي، ده رد فعل الارض وده رد فعل الحائط. هو عاوز يجيب ايه بقى؟ اوجد الشد في الحبل. فهنا نفس الخطوات بنقول السلم متزن، يبقى س بصفر وص بصفر. المركبات السينيه هيبقى ر 2 والشين، يبقى ريه 2 بيساوي شين نمرة 1، وعندنا ريه 1 هتساوي 10 زائد 60 يبقى ريه 1 ب 70 نمرة 2. واروح واخد العزوم حول الف الشرط الثالث، ما س بصفر وص بصفر ده شرط ده شرط اول متكون من فقرتين. الشرط الثاني بقى باخد العزوم حول الف، لما اخد العزوم حول الف يبقى الشد بصفر ورد الفعل ريه 1 بصفر، يبقى اللي له عزم ال10 وال60 وريه 2. ال10 هتدور ضد عقرب الساعه موجة. البعد العمودي مجاور يبقى 1.5 في جتا 45. ال60 هيدور ضد عقرب الساعه، البعد العمودي مجاور يبقى 2 في جتا 45 عشان الحته دي كلها 2، وريه 2 سالب وريه 2 مقابل يبقى 2 4 او 3 في جتا 45 بس بالسالب. بالسالب طبعا. يبقى لما ناخد العزوم بقى حول الف اهو تساوي صفر، قلنا بقى 10 في 3 على 2 اللي هي 1.5 في جتا 45 زائد 60 في 2 جتا 45 ناقص ر 2 بقى في 3 جا 45 تساوي صفر. انا عندي جتا 45 وجتا 45 وجتا 45 زي بعض راحوا مع بعض اهو يبقى 15 دي معديه في الخمسة زائد 120 ناقص 3 ري 2 بيساوي صفر، يبقى عندنا 3 ري 2 بيساوي 135، يبقى ري 2 هتساوي 45 ثقل كيلو جرام. ادام عرفت ري 2 اقدر اعرف الشد، يبقى شين بتساوي 45 ثقل كيلو جرام. هو عاوز يجيب الشد تمام كده؟
تمام، نلحق بقى نخش في المسألة اللي بعدها. برضو سلم وبرضو منتظم، بس المرة دي وزنه 20 ثقل كيلوغرام، وهنشوف أخباره إيه. ألف به سلم منتظم وزنه 20 ثقل كيلوغرام يرتكز بطرفه ألف على مستوى أفقي أملس وبطرفه به على حائط رأسي أملس، كده ما ينفعش. حفظ السلم في مستوى رأسي في حالة اتزان بواسطة حبل أفقي، يصل الطرف ألف بنقطة من المستوى تقع رأسيا أسفل به. مشابه المسألة اللي فاتت، بس اللي جاي بقى مختلف. الجديد جاي بقى. وإذا كان هذا السلم يميل على الأفق بزاوية قياسها 45 درجة، وكان الحبل لا يتحمل شدا أكبر من 25، اثبت أن رجلا وزنه يساوي وزن هذا السلم لا يستطيع أن يصعد أكثر من 3/4 طول هذا السلم دون أن ينقطع الحبل. والحقيقة دايما نقول على المسألة دي اللي هي موجودة في كتاب المدرسة، نقول عليها مسألة امتحان. تمام كده؟ لا مش الامتحان، مسألة امتحان. تمام. الامتحان يعني ايه بقى؟ نرسمها بقى. الامتحان. ما نعرفوش طبعا. طيب. ادي سلم، ادي حائط رأسي املس، وادي ارض افقية ملساء، وادي السلم اهو. ده رد فعل عمودي، وده رد فعل عمودي، الوزن السلم طبعا بيأثر في المنتصف اهو 20. ربطنا السلم ده بشد بحبل في نقطة تقاطع مع الأرض، قال لك الشد ده شين. ابتدى رجل يصعد على الشد، يصعد على السلم، فبيقول لك اوجد اقصى مسافه يصعدها الرجل دون ان ينقطع الحبل، فاكبر شد في الحبل هنا 25. يعني الحبل ده اخره قبل ما يتقطع يوصل الشد بتاعه 25. والراجل كل ما يطلع كل ما الشد يزيد، كل ما يطلع اكتر كل ما الشد يزيد. طب هيطلع لحد امتى بحيث يبقى الشد جاب اخره؟ حلوه جاب اخره دي. أيوة يعني بقى كام؟ 25. فانا هفرض ان الراجل مشي طلع مسافه ولتكن س، ولتكن س. في الحالة دي طالما اخره وصل سين يبقى الشد كام؟ 25. بس كده هيبقى الحتة دي سين ودي كام؟ على فكرة ده موضع قال لك ان وزن الرجل او وزن الطفل مثلا يساوي وزن الايه؟ السلم. ايوه نفس الشروط. السلم متزن يبقى سين بصفر وصاد بصفر، يبقى عندنا ريه 2 بتساوي 25، وريه 1 بتساوي 20 زائد 20 يبقى ريه 1/40. ده ألف ده ب. هنا بقى في حتة بقى مهمة. بيقول لك الراجل اثبت ان الرجل لا يستطيع ان يصعد اكتر من 3/4 طول السلم. يستحسن نفرض طول السلم لام، ما نفرضوش 2 لام عشان يطلع الجواب على طول 3/4 لام. بس كده لو فرضته 2 لام فكأنك انت عايز تثبت انه المسافه سين دي 3/4 ال2 لام. عارف انت فيها جزء لخبطه شويه. ممكن جايز زي الفل. بس الافضل يبقى لام. لام. يبقى انا عندي يبقى دي نص لام ودي نص لام. هاخد العزوم حول ألف بيساوي صفر، هيبقى عندنا عزم ال20 ضد عقرب الساعه والبعد العمودي مجاور. يبقى 20 في نص لام جتا 45. انا سامع واحد قاعد قدام التلفزيون يا استاذ شعبان، سامعه والله. يقول لك انتوا هتلخبطونا ليه يا عم؟ احنا كده كده متعودين على 2 لام فخليها. ماشي يا سيدي انا مش بلخبطك. انا لو عايزك تفرضه انت 2 لام مصر يعني ما تطلعش ناتج 3/4، طلعه 3 على 2 لام. 3/4 في 2 لام ناتج 3 على 2. لو ده مش هيلخبطك. انما عمال بقول انا بقول ايه حتى يستحسن افرض طول السلم لام. تمام. فيطلع الجواب 3/4 لام. طيب. القوة 20 برضو اللي هو بتاع وزن الرجل برضو مجاور، يبقى س جتا 45. ر 2 مع عقرب الساعة البعد العمودي مقابل، يبقى لام جا 45. الجا 45 مع الجتا 45 مع الجا 45 هيبقى عندنا 10 لام زائد 20 س ناقص ر 2 احنا عندنا ب 25، يبقى 25 لام بتساوي صفر. يبقى 20 س
ناقص 15 لام بتساوي صفر. يبقى 20 سين بتساوي 15 لام، يبقى سين 15 على 20 لام يبقى سين 3 ارباع لام اهو. يبقى اقصى مسافه يصعدها الولد دون ان او الرجل دون ان ينقطع الخيط 3 ارباع طول السلم. تمام يا استاذ محمد؟ نخش في اللي بعدها بسرعه استاذ شعبان. اه يقول الف به قضيب منتظم طوله متر، هنرسمها مع بعض نقراها الاول بسرعه كده. الف به قضيب منتظم طوله متر وكتلته 20 كيلو جرام، يستند بطرفه الف على حائط راسي املس وبطرفه به على ارض افقيه ملساء. حفظ القضيب في حاله توازن بواسطه حبل خفيف ربط احد طرفيه في نقطه جيم تنتمي لالف ب، وربط الطرف الثاني للخيط في نقطه دال التي تقع على خط تقاطع الحائط مع الارض، بحيث يكون الحبل عموديا على القضيب. وكان القضيب يميل على الافق بزاويه قياسها 60 درجه، يوجد الشد في الحبل ورد فعل الحائط والارض. ثم اذا قطع الحبل واثرت قوه افقيه في نقطه ب حفظت التوازن، اوجد مقدار هذه القوه. اه جزء ايه بقى. الاول بقول لك قالب بيه قضيب منتظم طوله متر يعني طوله 100 سنتي وكتلته 20، يستند بطرفه الف على حائط راس. طب ما تيجي نرسم كده جمله جمله. ادي القضيب بيستند على حائط راسي املس، ادي القضيب الف على حائط راسي وبيه على الارض. هيبقى هنا في رد فعل وهنا في رد فعل، ده رد فعل الارض ده رد فعل الحائط. طبعا زي ما قلنا اولا ده قضيب منتظم يبقى وزنه بيأثر في المنتصف اهو 20، يبقى ده 50 وده 50. طبعا القضيب كده هينزلق، ده قال لك من احدى نقطه جيم تنتمي الالف ب ربطناه بخيط بشرط ان الخيط ده يبقى عمود على القضيب. نقطه جيم اهي، هيبقى هنا في شد كده. وكان بحيث كان الحبل عمود على القضيب، وكان القضيب يميل على الاقم بزاويه 60. حلو، ده 60. هنا بقى احنا كنا المسألتين اللي فاتوا كان الشد افقي. ايوه، هنا الشد بيميل. فهنا الزاويه دي قايمه، ده 60 يبقى الزاويه دي كام؟ 30. يبقى حل الشد برضو لايه؟ مركبتين. اكيد يستحسن احل الشد تحت ما حملوش فوق. اهو هيبقى هنا شين جتا 30، وهنا شين اللي تحت شين جا 30. ما هو ادي الشد زي السهم كده هينام كده، يبقى الشد ماشي كده تمام المركبه، والتانيه كده يبقى الشد نازل لتحت. يبقى عندنا القضيب متزن اهو، بما ان القضيب متزن يبقى س بصفر وص بصفر. المركبات السينيه اللي هي ر 2 وش جتا 30، يبقى ر 2 بتساوي ش جتا 30، يبقى ر 2 جذر 3 على 2 ش نمره 1. عندنا بقى الراسيه ر 1 وش وال 20، هيبقى ر 1 هتساوي 20 زائد ش جتا 30، يبقى ر 1 20 زائد نص ش نمره 2. واخد العزوم حول نقطه ب، احسن العزوم حول ب، يبقى العزوم حول ب يساوي صفر. لما اخد العزوم حول ب يبقى ر 1 بصفر والمركبه دي بصفر، يبقى لها عزم الوزن والمركبه وري 2. تمام كده؟ يبقى عندنا هناخد العزوم حول ب، هيبقى 20 البعد العمودي ده هو القضيب كله طوله متر، يبقى 50 جتا 60، الشين دي عزمها بصفر ناقص هيبقى زائد بقى شين جا 30 في البعد العمودي برضو مجاور
يبقى 100 جتها 60 وري 2 البعد العمودي مقابل هيبقى ري 2 في 100 جا 60 بتساوي صفر. هيبقى عندنا 20 في 50 في نص زائد ش في نص في 100 في نص ناقص ر 2 في 100 في جذر 3 على 2 بتساوي صفر، يبقى 500 زائد دي مع ديت في 25 ناقص 50 جذر 3 ر 2 بتساوي صفر. انا عندي من المعادله 1 ر 2 بجذر 3 على 2 ش عوض هنا 500 25 ش، ما هنا بقى قفلنا حل المعادلات. ناقص 50 جذر 3 في جذر 3 على 2 ش، الكلام ده بصفر، يبقى 500 زائد 25 ش دي مع دي فيها اقل 25 يبقى 75 ش، جذر 3 في جذر 3 ب 3 يبقى عندنا 500 ناقص 50 ش بتساوي صفر. هطلع الشد في الخيط، هيطلع الشد في الخيط كام؟ 10 اهو. عرفت الشد في الخيط، عاوز اجيب رد فعل الحائط، يبقى ري 2 اهو جذر 3 على 2 في 10 يبقى 5 جذر 3. طب ريه 1 20 زائد نص ش في 10 يبقى 20 زائد 5 يبقى ريه 1 ب 25. هو عاوز ريه 1 وريه 2 والشد. طيب خلصنا من الموضوع ده، جه قال لك ايه حاجه ثانيه في المساله؟ اذا قطع الحبل واثرت قوه افقيه في به حفظت توازن هذا الجسم يوجد مقدار القوه. جينا نفس جينا الحبل اتقطع بقى بس دخلنا بحاجه تانية، مساله جديده اهو. قال لك واذا قطع الحبل، وما ينفعش اسيب الحبل يطلع كده ويحدث التزام منين بقى؟ لا واثرت قوه افقيه عند به خلاص لحفظ توازن اوجد مقدار القوه عشان ما ينزلقش يعني. يبقى عندنا الوضع الجديد اهو، ادي برضو القضيب برضو بيميل بزاويه 60 زي ما احنا عارفين، والوزن برضو في المنتصف 20 ودي 60 وده ب وده الف. هنا رد فعل ر 1 رد فعل جديد يعني ر 2 وهنا قوه بقى قاف كده. يبقى اهو عند قطع الحبل الوضع الجديد هيبقى عندنا ريه 2 هتساوي قاف ادي واحده، وريه 1 بتساوي 20، والعزوم حول به بتساوي صفر. طبعا ده 50 ده 50 يبقى العزوم حول به بصفر، يبقى عندنا 20 في 50 جتا 60 ناقص ريه 2 في 100 جا 60 يبقى 20 في 50 في نص ناقص ر 2 في 100 في جذر 3 على 2. طبعا ده 500 ناقص 50 جذر 3 ر 2، اروح مطلع ر 2 اهو 500 على 50 جذر 3 هتطلع في الاخر ب 10 جذر 3 على 3. ادام طلعت ريه 2 طب ما ريه 2 بتساوي قاف، يبقى قاف ب 10 جذر 3 على 3 سكلي كيلو جرام. تمام كده؟ الحقيقه الوقت بيجري بسرعه دايما في حلقات الرياضه، حلقات الاستاتيكا، حلقات الميكانيكا، لكن ما باليد حيله، ده همنا الوقت كالمعتاد. الوقت خلص؟ ما خدناش اللي احنا للاسف فاضل دقيقه ونص دقيقتين بالكتير نلم فيهم نجمل اللي احنا اخدناه ونشوف احنا هنعمل ايه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. هنكمل برضو الاتزان العام
هو برضو ملخص اللي احنا قلناه. أيه. ان اذا كان عندنا مجموعة من القوى متزنة اثرت في جسم، يعني جسم متزن، يبقى معنى كده في شروط بنطبقها. يبقى سين بصفر وصاد بصفر والعزوم حول اي نقطة بصفر. اي مسألة اتزان عم بنعمل الكلام ده. تمام. سين بصفر، صاد بصفر، العزوم حول اي نقطة بصفر. تمام. لو في قوة مايلة هتصرى حللها الى مركبتين. جميل. طيب نيجي مسائل الجسم اتزن على حائط املس وارض افقيه ملساء. قلنا لا يمكن ان السلم يتزن على ارض افقيه وايه وعلى حائط راسي املس. تمام. فلا بد ان اثر عليها بقوه شد عشان الجسم ايه يتزن. في النهايه يا استاذ شعبان انا اسمح لي بس قبل ما نختم الحلقه انوه ان احنا بعد ما ننتهي من حلقتنا مباشره دلوقتي على الهواء لمده ساعه برنامج حديث التعليمين. الحقيقه معانا مجموعه من طلاب مصر رغم صغر سنهم طلاب في منتهى التفوق اسهموا باسهامات متميزه في العمليه التعليميه، حققوا انجازات هنعرفها. تشرفنا واتشرف اهلهم بيهم، والحقيقه انا ادعو كل اللي بيتابعونا ان هم يستمروا يتفرجوا على حلقه حديث التعليميه علشان نفخر بهذه النماذج من طلاب مصر، امل مصر في المستقبل، اللي هم رغم صغر سنهم هنشوف عملوا ايه، هنفخر بيهم بعد ما تنتهي حلقتنا. مش عايز انسى يا استاذ شعبان ان عندنا تليفونات جت من الاقصر، ايمان من الجيزه، هشام وعلي كانوا طالبين مسائل معظمها من دليل التقويم، احنا نوعدهم في بدايه الحلقه اللي جايه ان شاء الله نحلها. سؤال الحلقه احنا منتظرين الاجابه عليه ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي. بشكرك كالمعتاد، شكرا جزيلا، بشكر كل اصدقائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه، والى ان نلتقي لكم من اطيب الامنيات.